هاد الناس اللي ماشوا راه خوتنا راه خوتنا هاد الناس اللي ماشوا ما خاصهم ما يضيعوش مساكن راه ما خاصش هاد الناس يضيعوا علاش اخويا سيدي هذاك السيد علاش جينا ما علمش على كيفاش واقعنا انا ملي جيت لقيت الناس مجموعه صافي لقيت واحد السيده كتغوش عاد خوت السيد عاد خوت السيد عاد خوت السيد صافي حطيت موطوري هبط مشيت كنعتق في داك السيد طلقت واحد القنبه معايا واحد جوج ديال الدراري طلقت ديك القنبه جبدناه وصل النص تماسات لي ديك القنبه من يدق عاودنا طلعنا القنبه طلعناه قربناه عدنا شديناه جبد داك السيد عتقناه ما دواش معانا السيد صافي جبدناه مصدوم دري مصدوم عالم على والو حتى هو مخلوع صافي جبدناه حطيناه بقاو دوك جوج الناس اخويا ما لقيناش كيفاش غنديروا ليه خويا هنا كان واحد الناس يومين ومع ثلاث ايام وكان تيجيو تينقاو في هذا القادوس هذا ايوا اليوم كتب عليهم بانه جوج يموتوا واحد تعتق واحد ذاك اللي كان باغي يعتقهم دابا هما كانوا مهودين هما اصلا ماشي سيكوريتي ديال اعوان ديال الجماعه ديال ديك الانعاش الوطني جاو هنا ما عندهمش خبره على هذا الشيء فاش جاو يديروا ينقيو هذا تكب عليهم الماء وغرقهم جاو حلوا شي بلاصه ماشي هذيك تكب عليهم الماء وغرقهم تقريبا مع هذيك تقريبا هذيك 10 ونص بحال هكاك ديال الصباح جاو البومبيه ما قدوش ينقذوا ولكن جاو معطلين بعد واحد ثلاثه السوايع اللي عطى الله عطاه وهذاك الشيء صعيب وما في الاخر وحلو راه جا الاولاني ديال البومبيه مسكين وسخف خرجوا حتى هو سخفان وجا الثاني عيام يحاول يخرج واحد بالزز وجا عاد جاو اختصاصيين ديال البومبيه وجابوا الماتيريال ديالهم عاد خرجوا الثالث هو جوج تما هنا حدا القادوس عريانين باركين هنا هنا وكانوا الطوار وتاع الزبل هنا والدنيا كامله كانت ممصقه ما كانتش بحال هكا القواد ما كانوش هنا كانوا لهي كل شيء تشطب والدقاد كانوا كيشوش كانوا هابطين كينكسوا هنا كانوا كينكسوا فوق القادوس هنا البارح هنا مع هذا الوقيت انا شتم دايز من هنا شتم البارح كانوا دايرين شي سيكيورتي لا ما دايرين حتى حاجه والو عريانين ولابسين الشورطات كاين عريانين ولابسين الشورطات كانوا البارح هنا انا شتم مع هذا الوقيت طالع من هنا شتم دابا اليوم سمعتي واليوم تسمع دابا جيت قال لك هذا السيد راه جوج ماتوا هنا غرقوا ما فهمت والو هذاك الشيء ديال السيكيريتي وداك الشيء ديال وديناش فيه ما داك الشيء راه كتحمل المسؤوليه ديالو الناس اللي غادي يجيو ولا داك الشيء هما اللي غيتحملوا المسؤوليه خاصهم يجيو الناس مثلا البلديه او الجامعه او هذا هما اللي غيديروا السيكيريتي غيديروا الحمايه دوك الناس اللي جيت انا لقيتهم خدامين مع ما كان لا سيكيريتي لا حتى شي حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس